سلامات شباب، اهلا وسهلا فيكم في مقطع جديد من لعبة يوغيو ماستر دول. في مقطع اليوم وبعد طلبات كثيرة منكم قررت اخيرا اني العب بتشكيلة سنيك ايز. رغم اني حكيت ما بحب التشكيلة وما بحب العب متى، بس رح العب بهاي التشكيلة بس عشانكم. وطبعا لانها تشكيلة معقدة رح اكون اخبص في الكومبو واجلط كل واحد فيكم. فيا خلونا نبلش. وات؟ بلعب ضد دارك ماجيشن؟ زي كأنه عقاب لإلي عشان بلعب السنيك آيز. اللي بقدر أسويه هو سبيشل سامن مباشرة لهالبنت. لازم أضحي بطاقة، بس أتوقع برسل هذا اتنين على المقبرة عشان أستدعيها. أوكي نايس. مرة يروح هذا على المقبرة قدرته بتشتغل، برضه قدرة هاي بتشتغل ياب، بس قدرته هو يفترض تشتغل. معه دارك ماجيشن في ايده. اوكي بس ليه قدرتك ما لانه بيجيب من المقبرة. اوكي كمان دارك ماجيشن ياب، مش مشكلة. بقدر اجيب اوريجينال سينفول، نايس. هسا بقدر برضو اني افعل هذه، ليش؟ بجيب كمان بطاقة من هذول لايدي، مش مشكلة. بس بنفس الوقت مرة تروح على المقبرة بقدرش اشغل قدرتها. لحد ما شغل فخ ثاني. اوكي بشغل سبيل عشان ارسل هذه على المقبرة، وبقدر استدعي سنيك ايز اش اللي هو اهم بطاقة في كل الكومبو. بعد ما تستدعي طبعا تبلش تشغل قدراته، بتجيب البوبلر اتوقع اسمه، ومرة تجيب بوبلر لايدك بنزل مباشرة. ياب فيري نايس، قدرة بوبلر تشتغل. بقدر اجيب السبيل لايدي، بجيب هذا السبيل اللي هو الفيلد سبيل، بقدر اني اشغل الفيلد سبيل. يا بحط لي فيس اب كارد، مش مشكلة. مش عارف بحط هذا، مش مشكلة، ما بتفرق مين احط اظن، لاني بشغل قدرة سنيك ايز اش بدمره اللي حطيته. وبقدر استدعي واحد ثالث، بدي استدعي الاوك مش السنيك ايز هذاك المهم، بستدعي الاوك. ومرة استدعيه بتشتغل قدرته، برجع سنيك ايز اش على الملعب. استدعي للملعب. هسا بشغل قدرة الاوك عشان ارسله هو وسنيك ايز اش على المقبرة عشان استدعي هذا التنين كمان مرة الى الملعب. نايس. وبعدها بقدر اني اشغل او مش اشغل، لازم يكون عندي لازم يكون عندي كوريبو اتوقع في الملعب عشان الكومبو. فبضحي بوبلر عشان كوريبو، بحطه في الاكسترا. حاسس اني بسوي الكومبو صح لحد اللحظة. لا تشغل قدرته، ما بحتاج. بعدها بقدر تو نون لينك، غلطت. كان لازم اجيب ماسكرينة مباشرة. لا بشغل قدرة هذا التنين هسا عشان ارسل الدارك ماجيشن واحطه هان، وبشغل برضو هذه عشان اسوي نفس الحركة في الدارك ماجيشن الثاني، احطه هان. بس كيف بدي اكمل الكومبو هسا؟ مش عارف. بقدر اسحب بطاقة باستعمال قدرة هاي. اعطيني بطاقة، رجع هاي. بونفاير نايس كثير بالمناسبة. بقدر اجيب لايدي اللي بدي اياه، جيب اش لايدي. استدعي اش. هسا بقدر اجيب ماسكرينة بان اضحي بهذول الاثنين. اوكي نايس. هسا بعد ما جبتها وراح هذا على المقبرة بتشتغل قدرته، وبقدر اني استدعي هذول الاثنين على الملعب. هاي التشكيلة مزعجة بشكل مش طبيعي. بعد ما اوديهم بقدر اني ما بيشتغل كمان مرة، كان لازم اجيب بوبلر، مش مشكلة. بقدر هسا اجيب بروميثين، بنضحي بهذه مع لينكوريبو وبستدعيها. نايس. هسا من خلال قدرتها بقدر اني ارجع سنيك ايز التنين هذا. لحظة شوي، هذا دوري صح؟ لازم اسوي الكومبو اللي بغلب فيه عدوي من دور واحد. اتوقع الكومبو بصير هيك، بستدعي هذول، بعدها بستدعي هذا، بضحي بهذول الاثنين. عندي بس 60 ثانية اسوي، بستدعي. اوكي نايس. بعدها
بستدعي هذا التنين وقدرته راح تشتغل. شغل قدرته، بعدها رجعهم، برجع هذا هان. وبرجع هذا جنبه. اوكي. وبرجع هذا هنا مش مشكلة. وياب بقدر، طالما انه في وحش تدمر قدرتها بتشتغل، فبدمر هذا مع هذا وبقدر استدعيها. حاسس اني ناسي اشي، حاسس اني ناسي اشي. اتوقع اللي كان لازم يكون كمان واحد هان. انا غلطت غلطة صغيرة انا متأكد، بس مرة ادخل في الفيز، لا مش تهجمش، بدي استعمل قدرتك يا، بدي ادمر الفخ بس هذا وهجم مباشرة. اوكي انا غلطت، تمام. كان يفترض اني افوز في هذا الكومبو، انا غلطت غلطة صغيرة مش عارف وين بالضبط. بس شوف تخلصت من ملعبه، الدارك ماجيشن محبوسين بكل بساطة وما رح يقدر يسوي اشي. شو بقدر يسوي هسه؟ بس هذا هو معوش اشي واستسلم. جي جي، هاي تشكيلة سنيك ايز. اوكي اظن عندي اقوى كومبو في التشكيلة حرفيا، ببلش بسنيك ايز، بستعمل قدرته، بجيب بابلر عشان انزل بابلر، باستعمال قدرة بابلر بجيب اي بطاقة بدي اياها. بجيب، ما بحتاج هاي معي، ما اظن احتاج هاي برضو، ممكن اجيب هاي. هسا بسوي لينك سامن لكوريبو وبستعمل قدرة بابلر عشان احطه هنا، وبعد ما حطيته هان بقدر استعمل قدرة هالبطاقة عشان ارسله على المقبرة واستدعيها، وبقدر استعمل قدرتها. ياب قدرتها بتجيب سبيل، بجيب هذا السبيل بحطه هان، بستعمل السبيل عشان ارسل لينك كوريبو على المقبرة، وبجيب جت سينكرون على الملعب. ياب حط جت سينكرون هان، وبعدها بسوي سينكرو سامن لبورولود سافج، بستعمل هذول الاثنين. نايس، حطه هانا، وبقدر باستعمال قدرته هسا اجيب لينك كوريبو احطه في الملعب. لا 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 لا، استعمل بس سافج. ياب هيك حطه في الملعب، وهيك صار عنده نيجيت قوي. هسا بقدر اشغل التمبل عشان اجيب التنين الموجود، هي اللي هو هذا التنين، واحطه في الملعب بهذه الطريقة. بعدها باستعمال قدرة سنيك اش بقدر ارسله هو وكوريبو على المقبرة. مش مهم انه ينقص هذا هيلث لانه مش كثير اعطاه كوريبو، المهم بظل النيجيت عنده عشان استدعي اوك. ومرة استدعي اوك بقدر يرجع وحش من المقبرة. مين بدي نرجع؟ نرجع جت سينكرون كمان مرة. بعدها بشغل قدرة اوك عشان ارسل هو والتنين على المقبرة. لا لحظة، يفترض اني ارسل، شت اتوقع اني غلطت، كان يفترض اني ارسل استعمل قدرة هذه عشان ارسله على المقبرة، بس يفترض قدرته بتشتغل في جميع الاحوال. بستدعي هذا واوك. هسا بستدعي فورمولا سينكرون، بدنا نضحي فيك معك انت. يب، وبحطك في الملعب. بقدر اسحب بطاقة هسا، ليش لا؟ هسا بقدر اشغل قدرة سينكرو من المقبرة وبرسل بطاقة على المقبرة، برسل هذه، ما بحتاج بون فاير عشان ارجع استدعيه. ياب استدعيه. بعدها بقدر اني اضحي بهذا مع الليفل 1 انت عشان استدعي السينكرون او اي بي ماسكرينا. بعدها بستدعي برنسس، بنضحي فيك معك انت. ياب بدي استعمل اثنين ماتيريال، بس ضحي فيكوا اثنين عشان استدعيها. نايس، بشغل قدرتها هسا عشان ارجع التنين على الملعب، وبعدها بستعمل قدرة التنين عشان احط اي بي ماسكرينا في منطقة السبيلز. ياب بستعمل قدرته، حط ماسكرينا في منطقة السبيلز، وهسا بستدعي سبرايت الف باني اضحي بالبرنسس مع الفورمولا سينكرون. نايس، وبشغل قدرتها عشان ارجع السينكرون على الملعب، وبروح على الاند فيز
في الاند فيز كان يفترض اشي يشتغل. لحظة شوي، او لا لحظة، في المين فيز الاشي بيشتغل. يا في المين فيز بتشغل هذا اول، وبعدها بتشغل التنين. يب، تختار ماسكرينة بتحطها هان. نايس. وبقدر اني اسوي سبيشل سامن لبارون، بنضحي بهدولة. نايس. قدرته طبعا بتشتغل عشان نستدعي. المشكلة فيش عندي وقت في دوري. لا لا مش ضروري، ها هاي اشياء كلها للدور الجاي، بس فيش عندي وقت عشان اصلا استعملها. فراستعمل اي بي ماسكرينة مباشرة عشان اجيب ابلوزا، بنضحي في هذا. لا تستعملهاش كاثنين مع هذا مع الالف. لا تستعملهاش كاثنين عشان يكون عندها اربعة نيجيتس. حطها. نايس. ما بدي حتى ما بدي. اوكي اروح على اوتو. لو كان عندي وقت زيادة كان بسوي لسه اشياء اكثر، بس هيك في عندي نيجيت من بارون، نيجيت من بوريلود، اربع نيجيت وحوش من ابلوزا، وفي عندي برضو بروميثيوس بتدمر. اوكي سوي نيجيت، ليش لا، لان عندي كثير. انهى دوره. الله اكبر، اعطيني وقت. لو اني استعملت قدرات الوحوش الاجوني كان هسه بيكون لي دور كامل في ايدي، بس في معي هذه البطاقة فمش مشكلة، لاني بقدر اسوي لها سبيشل سامن هسه بني ارسلك انت على المقبرة. مرة تروح على المقبرة قدرتك بتشتغل، بجيب كومبو كامل جديد بدون ما احتاج افكر. حتى هذه بتجيب لي سبيل، حاول يشغل هذه، بس في عندي بارون بقدر ادمرها. ليش مرة العب سنيك ايز بطلع ضدي دارك ماجيشن؟ استعمل قدرة بارون بدمر هذا الوحش مين مكان. حتى اني بقدر بالمناسبة استدعي لينك كوريبو محل هذا الوحش، ولينك كوريبو اتوقع بحمي ابلوزا، فيا قدرة هذا ما بدي اشغلها ما بحتاج. بقدر استعمل قدرة هذا ما بحتاج. بقدر بس اهجم وافوز. يا الاشي سهل لهاي الدرجة. اهجم. هل في عنده اشي؟ حاس انه في عنده اشي بس مش كعب استعمله. وانا فيش عندي نيجيت بارون هسا. يا راح ينقصني. لا. 3200. اوكي. مش مشكلة. اتوقع اني هل بفوز في جميع الاحوال؟ يا بفوز جميع الاحوال. بارون. جي جي، هذا واحد من اقوى الكومبوهات بتشكيلة سنيك ايز. زي ما انتم شايفين في لحظة من اللحظات كان عندي 4 نيجيتس للوحوش، كان عندي 2 نيجيتس للسبلز واي اشي بشكل عام، كان عندي كان لازم استدعي لانكوريبو بس ما استدعيته، كان عندي البرنسس في المقبرة اللي ممكن تدمر وحش عنده، ويا واحد من اقوى الكومبوهات حرفيا. فيا هذه كانت تشكيلة سنيك ايز، قوية كثير، غالية كثير بالمناسبة. ملاحظين انه بس في واحد نورمال وواحد ار، البقية يا اما اس ار يا اما يو ار، والاغلب يو ار، فهي غالية كثير بس قوية كثير. لازم توكل نيرف، ما اظن راح توكل بس لازم توكل نيرف. فهذه كانت اول مرة واخر مرة بلعب سنيك ايز. شاركتكم عجبكم حطوا لايك شير سبسكرايب. اتوقع العيد يا اما بكرة يا اما بعد بكرة، فطالما انه ما راح انزل فيديو بكرة او بعده، فكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر. ربنا يعيده علينا وعليكم بالصحة والعافية والعزة وتحرير الارض المقدسة، وبشوف كلكم في المقاطع القادمة. كان معكم ايوفو، السلام عليكم.